قال مشرف مشروع طريق خورة الحجر علي عبد رب حنتش بأنه تم إنجاز 30% من ردم طريق خورة الحجر الرابط بين مديريتي نصاب ومرخى السفلى ومدينة عتق مركز المحافظة بتمويل من حصة المحافظ من عائدات نفط العقلة. وأكد حنتش بأن طول الطريق تبلغ 17 كيلومترا تم اعتماد منها 10 كمرحلة أولى، منوها بأنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة بدء أعمال الزفلتة والانتقال إلى المرحلة الثانية. وأشار حنتش إلى أن هذا المشروع تعثر تنفيذه منذ نحو 17 سنة، إلا أنه عاد العمل فيه وبوتيرة عالية. وأوضح بأنه تم إنجازه كاملا بأن إنجازه كاملا سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين. اشتغل في هذا الخط، خط خورة الحجر، والحمد لله على قدم الوساق، ومعنا أعمال منفذة فيه من عبارات ومن ردم، وإن شاء الله بعد فترة قليلة للحق الزفت. والحمد لله ونشكر أصحاب المنطقة ونشكر المحافظة على ما قام به في هذه المنطقة. كانوا يعانون من بعد المسافات، الناس قليل اختلافها حتى أنا، والآن الحمد لله الناس متحركة مع الخط يمر بالمسافة، مشقات الذي كانوا يعانونها، لكن اليوم الحمد لله إن شاء الله بعد فترة قليلة تنتهي المشقات الذي كانوا يعانونها منها.